رئيس هيئة الحج الشعبي فالح الفياض لمدينة البصرة لإنهاء ملف الشهداء والجرحى والمشاكل التي تعرضت لها بفترة شهر لا أكثر، وتحديد الخطوط العرضية لإعطاء حقوق كل الجرحى وأهالي الشهداء. من الحملة التي أطلقتها هيئة الحج الشعبي في الأسبوع الماضي وهي الوفاء للشهداء والجرحى. هدف هذه الحملة التي أعددنا لها في بغداد واليوم تنطلق من محافظة البصرة هي إنهاء ملف كل ما يتعلق بملف الشهداء والجرحى وكل المعوقات في هذا الموضوع. خلال فترة حددناها بشهر زائد ناقص ليس أكثر، وبدأنا اليوم في البصرة بإنجاز عدد كبير من هذه الملفات وتحديد الآلية والطريقة لرسم العلاقة بين الجهات المعنية لإنهاء هذه الملفات بالكامل، بحيث لا يبقى جريح لم يأخذ حقوقه ولا عائلة الشهيد لم يتم استلام كل الاستحقاقات الكاملة. وأيضا اليوم قررنا إنشاء لجنة طبية إقليمية في محافظة البصرة، بدل أن تكون لجنة ما قررها بغداد هي تعلق محافظات البصرة والناصرية والعمارة، وسننشئ لجنة أخرى إن شاء الله في صلاح الدين للمناطق الغربية ولجنة مركزية في بغداد لها كامل الصلاحية في تحديد نسبة العوق وإنجاز معاملة الجرحى من حيث إحالة على التقاعد أو الاستمرار بالخدمة، وكذلك بالنسبة للإرسال إلى الخارج للعلاج.